طيب محليا لو هنتكلم عن الفترة اللي انت قضيتها مع نادي الزمالك، انت قعدت معاهم 5 سنوات، حققت ما شاء الله فيها 5 بطولات في افريقيا. محليا هل في كده دوري مختلف عن الدوريات الاخرى، كان ليه طعم مختلف اتحسم في نهايته، او زي ما انت قلت نزلت فشاركت او حسمت لقب لنادي الزمالك، مساهمتك مع اللاعبين كانت عاملة ازاي؟ كان في دوري مثلا، اول دوري اشارك فيه كان اللي هو بتاع 2008 2009 تقريبا، والكاس هو اللي ليه موقف احلى، لان الكاس ده كان بدون لعيبه دوليين. فطبعا فريق الزمالك ساعتها كان فيه مثلا بتاع 7 8 لعيبه في المنتخب، فاضطرينا ان احنا نلعب من غير اللعيبه دي كلها، وكنت انا ساعتها لسه 18 سنه، ومحدش توقع خالص ان احنا هنعمل اي حاجه، لان التشكيل الاساسي كله بتاع فريق الزمالك مش موجود، وبنلعب بالناشئين. وفعلا قدرت ان انا العب كويس في البطوله دي وكسبنا الكاس ساعتها، ما كانش في اي حد متوقع ان احنا هنكسب البطوله دي. بتعتز بالفتره اللي انت قضيتها طبعا في نادي الزمالك؟ طبعا يعني بالنسبه لك هي دي يعني الفتره بتمثل اللي ايه؟ كونت كل حاجه فيا كلعيب وكشخصيه وكل حاجه، هي دي الفتره اللي كونتني طبعا.